اهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده وطبق جديد من مطبخ سامراء. طبقنا لهذا اليوم هو جميل جدا، طبقنا لهذا اليوم اكيد راح يعجبكم. طبقنا لهذا اليوم هو الدجاج والبطاطا والطماطم، راح نسويهم على شكل شيش طاووق، بس هذا اليوم راح يكون شيش طاووق مالنا مثل سندويش، باعتبار لانه احنا راح نحمس الدجاج والبطاطا راح نقليها والطماطا راح نخليها مثل ما هي. راح نخلي الدجاج ورا ما يستوي، طبعا نحمسه بالزيت ورا ما يستوي، راح نخلي قطعه دجاج وبطاطا طبعا ورا ما نقليها راح نقلي قطعه بطاطا وقطعه طماطا، ونعيد نفس الحاله باقي الاشياء عندنا. راح ينال ان شاء الله انه يعجبكم هذا الطبق، هو جميل جدا. بالبداية راح نضيف طبعا بالنسبة للمكونات، عندنا دجاج صدر دجاج، قطعة صدر دجاج، بطاطا قطعتين، طماطة قطعة واحدة، ليمون راح نحتاجه ورا ما نكمل من الشاش راح نضيف الليمون فوقهن قطعة واحدة، الملح راح نخليه فوق الدجاج والبطاطا قبل طبعا البطاطا ما نقليها والدجاج قبل ما نخليه او بعد ما نخليه يعني نحمس الدجاج. والزيت راح نحتاج هذا الزيت، طريقة التحضير طبعا راح نخليه بالبداية زيت نحمس بيه الدجاج. عندنا هناك زيت احنا مخليه على النار هو حار، راح نقطع البطاطا ونقليها. نقطع البطاطا بهذا الشكل تكون شوية يعني كبيرة حتى يكون نفس شكل الدجاج. راح نضيف الملح فوق هذا الدجاج، نقدر نخليه بهذا الشكل ونقدر نخليه فد كاسة ونخليه الملح فوقه، يعني احنا مو فد مشكلة الملح ما يسوي مشاكل. راح نقطع عندنا هذا الدجاج، الدجاج راح نقطعه بهذا الشكل. ما يكون خشن هواية حتى يستوي بسرعة. راح نضيف الدجاج. ونضيف الملح فوقه. نقدر نضيف قليل من فلفل أبيض. راح نغطي شوية. البطاطا بدأت تتحمص، نقدر نقطع هسه الطماطا. هاي نقطعها بهذا الشكل، نخليها هنا طبعا بعد ما يستوي الدجاج والبطاطا راح تصير الطماطا عندنا حاضرة. هذا الدجاج بدأ يتحمص تقريبا، طبعا ويا الدجاج اذا تحبون تقدرون تخلون التوابل اللي انتم تحبوها، تقدرون تخلون ثوم اذا تحبون، اكو ناس ما تحب ثوم فما نقدر نخلي يومية ويا اكلة ثوم ثوم ثوم، يقولون احنا يعني ما نحب ثوم، نقولهم بالمقابل تقدرون ما تخلون ثوم، اللي ما يحب ثوم ما يخلي، اللي ما يحب بصل اكو ناس هواية تقول لي اني ما احب بصل واغلبية الاكلات مالتك يكون بيها بصل،
أنا مو بكيفي هاي الأكلة، هذا نظامها، وهذا إذا ما نخلي بصل ما راح يصير بيها طعم طيب. أكو الناس بالمقابل ما تحب بصل، ما تأكل بصل، بس أكو بعض الأكلات مجبورين يخلون بصل ويأكلون من عدها. إذا اليوم إحنا ما خلينا بصل، العفو ما خلينا ثوم، تقدرون تخلون ثوم مو فت مشكلة. طبعا ويا ثوم الدجاج أكيد يطلع طيب أطيب يعني. البطاطا تقريبا اتحمصت مثل ما شفتوا، الدجاج يعني اتحمص وصار جاهز تقريبا. نقدر احنا طفينا النار عليه، نقدر نخليه هسه فوق يعني ويا البطاطا، ننتظر انه يبرد شوية وبعدها نشيشه هو البطاطا والطماطا. اذا اعزائي المشاهدين نذهب الان الى فاصل وبعده نواصل. إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل الجميل، مثل ما قلنا لكم ننتظر إنه الدجاج شوية برد، برد شوية، والبطاطا والطماطا راح نشيشهم هسه ونخليهم بهذا الطبق. يبقى عندنا الليمون مثل ما قلنا بالأخير، راح نخلي ليمون فوق الشياش يعني حتى يصير به طعم حامض، طعم طيب. راح نشيش بالبداية البطاطا وراها قطعة دجاج وطماطة، نفس الشيء يرجع من جديد، بطاطا هذا الشيش مثل ما تشوفون يصير بهذا الشكل. التحضير ما بي صعوبة، الدجاج مثل ما شفتوا ما يتأخر، ما يحتاج لوقت هواية، والدجاج يعني هو البطاطا والدجاج يستوون سوية. الطماطة هي نية ما بيها شيء، يعني هاي الطبق تقدرون تسووه بالبيت وما يتأخر، يمكن ممكن يعني أكثر شيء ربع ساعة مو أكثر. وتبقى هي الشغلة حسب الرغبة، اللي يحب يقدر يخلي مثلا ويا بصل، ما يحب مثلا طماطة يخلي بصل يحمس شوية بصل وياهم، واللي يحب يخلي الطماطة والبصل، واللي يحب يخلي فلفل، يعني هاي الشغلات هي حسب الرغبة يعني اختيارية. إذا هاي الخمس أشياش كافية، راح نقطع الحامض نضيفه بهذا الشكل، راح ينطي نكهة ويا الطبق. إذا مثل ما جاي تشوفون أعزائي المشاهدين
هذا الشيش مثل ما تشوفون احنا خلينا ويا الملح والبهارات والحامض مثل ما هو هسه، نخليه بقرصة الخبز او الصمون، وهذا يصير مثل باعتبار هو ساندويتش. إذن أعزائي المشاهدين إلى هنا قد نكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا بحلقة جديدة وطبقا جديد، في أمان الله وحفظه.